هذا الحلم أصبح واقع اليوم، ولله الحمد. بالمناسبة لا بد باش أهنئ بناتي وأعزائي التلاميذ أولا على المستوى الرائع. حققت واحد المقطع، ولكن نظرا التزام ديالي كنت في مدينة القصر الكبير لأنه كانوا معنا الإخوان ديونيسيف كذلك نشاط آخر موازي، ولكن لا بد باش نهنئ التلمذات ديالنا ونهنئ أولا الأعضاء ديال الجمعية اللي مشكورين كل باسمه وصفته من طبيعة الحال. اللي قلت هذا المنتوج اللي كتلاحظوا اليوم احنا في النسخة الثانية، بمعنى بقينا كنراكمو، كاين واحد الصيرورة راه ماشي في هذاك البروسيسوس واللي تبع معنا خلال هذا الأسبوع. كاين المديرية تلقت عدة مبادرات، من بين المبادرات لأنه ديال المنهجية ديال الملتقيات والمهرجانات الإقليمية اللي عندها طابع إقليمي. علاش؟ لماذا؟ باش على الأقل لضمان تكافؤ الفرص كافة أبناء مؤسسات تعليمية من طبيعة الحال في الإقليم، في الجامعات، جميع الجامعات. اليوم أنا أهنئ الإخوان ديال الجمعية بعد أول على الالتزام ديالهم في إطار هذاك التفعيل ديال اتفاقية الشراكة اللي وقعناها منذ أكثر من سنتين، اللي قلت النسخة الثانية، إن شاء الله موعدنا مع النسخة الثالثة. تقاطع كذلك مع باقي الأنشطة الحياة المدرسية. كنعتقد هذه المسابقة اليوم اللي كتشوفوها هي مدخل من مداخل ديال تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، وخاصة المتعلق بالمحور ديال التلميذ، محوري في الحقيقة، التلميذ والأستاذ. وكان قبل قليل اللي كنا حريصين باش يطلع على المنصة كل من الأستاذ والتلميذ، لأن كل نجاح وراءه واحد شخص معين اللي هو الأستاذ. بالتالي أنا أرفع القبعة للسيدات والسادة الأساتذة ديالنا المؤطرين اللي كانوا كيشتغلوا على الحال. كذلك لابد باش نشكر السادة المديرين على توفير الظروف لنجاح هذه التظاهرات من طبيعة الحال، وهذه المسابقات كلها بدون استثناء، رغم الضغط لا الإداري ولا الزمن ديال المدرسي، ولكن بفضل التعاون ديالهم وبالفريق ديالهم من طبيعة الحال أنه استطاعوا باش يخرجوا هذا المنتوج الإقليمي التربوي كافة الأنشطة إلى الوجود. وخير دليل هي المسابقة الثانية اللي منظمة مع الإخوان ديال جمعية لامي في الفرع الإقليمي ديال العرائش. لابد باش ما نشكر السيد المدير ديال محمد بن عبد الله، اللي بالحقيقة هذا الفضاء رجع فضاء جذاب وفضاء اللي فيه الإنتاج، وهذا هو المهم جدا. لابد باش نشكره على المساهمة ديالو من طبيعة الحال في نجاح هذه التظاهرات. إذا نضرب موعد إن شاء الله مع السنة المقبلة في حلة جديدة، يمكن نشتغلوا على التقائية برامج، لأن أنا بالنسبة لي لا يعقل كذلك باش نشوفوا هذا المنتوج ديال التلمذات ديالنا وما يمشيوش هذا في تتويج المسابقات ديال الوزارة اللي كندروا على المستوى الوطني المستوى الجهوي، لا في المادة ديال الإنجليزية ولا الفرنسية ولا الإسبانية، لأنه ما خصناش نبقاو هاد الصدى ما يبقاش على المستوى الإقليمي، ينتقل على مستوى الجهوي لما لا على مستوى الوطني. إذا أتمنى النجاح لكافة الوليدات ديالنا المقبلين على الامتحانات، لا البكالوريا ولا الثالثة إعدادي ولا السادس، وكافة المستويات من طبيعة الحال، ولكن كنركزوا على المستويات الإشهادية بشكل أخص. أدعوهم من المنبر إلى العمل ثم العمل والجد والاجتهاد، لأنه مقبلين على هذه الامتحانات على الأقل باش نمشوا، لأن الحياة المدرسية هي مدخل لتحسين جودة التعلمات، لتحسين نسب النجاح. هذا هو الهدف من هذه الحياة المدرسية ومن هذه الأنشطة. إذا في الأخير أشكر كافة الإخوان ديال الجمعية على في الحقيقة على التفاني ديالهم وعلى الاجتهاد ديالهم وعلى الالتزام ديالهم، وإن شاء الله موعدونا في السنة المقبلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.